منتخب بهوية جديدة وبطاقة اعتماد أخرى في القارة الأفريقية منتخب الكاميرون. الأسود الغير مروضة، ضربة خطأ للمنتخب الكاميروني. تشاك سوا في تنفيذ أو دبين جمع موكونجو، الهدف الأول في المباراة. فينسون أبو بكر يظهر خسة بعدما كان متخفيا وراء الدفاع التونسي ويسجل الهدف الأول في هذه المباراة. سعادة لا توصف للجماهير الكاميرونية في قمة السعادة، وهي ترى فينسون أبو بكر يسجل الهدف الأول في هذه المباراة من كرة ثابتة. نفذ بنجامان موكونجو وفينسون أبو بكر وسط مدافع المنتخب التونسي يسجل الهدف الأول في المباراة.